اللحظة اللي يعني أنا استشعر إن هو بيدور في خياله الآن ذكريات وأحداث 30 سنة مرت، يعني منذ يعني شهر 10 عام 81، الآن إحنا في شهر 7 2011، 30 سنة مرت منذ أن دخل السجن وخرج منه بالأمس. فأعتقد إن هو يعني ذهنه الآن مشغول بشريط كبير أوي، 30 سنة اللي بيصور فيلم لمدة ساعة أو ساعتين بيتعب لما يراجع الشريط، لكن لما إنسان يعيش في مراجعة 30 سنة مليئة بالسجن والظلم والأحداث الصعبة يعني التي تقهر الجبال صراحة، يعني أنا يعني عايز أقول كلمة مهمة جدا، إن بفضل الله سبحانه وتعالى أنا بستشعر إن أخ محمد أسواني يعني كالجبال الراسخات الراسيات، يعني يكون يمر عليه 30 سنة مش في سجن بس، ده في سجن داخل سجن، تخيلوا لما يعيش سنين طويلة في زنزانة واحدة لا يتحرك منها مطلقا، ده شيء صعب، لما يعيش سنين في تعذيب داخل زنزانة واحدة لا يتحرك منها مطلقا، ده شيء صعب، لما يعيش سنين ويصاب بأمراض داخل زنزانة واحدة لا يتحرك منها، ده شيء صعب، لما يعيش بجلطة داخل السجن وشلل داخل زنزانة وداخل مع الأمراض، ده شيء صعب جدا، كلها أشياء صعبة جدا على نفس البشرية، أنا مش عايز أتكلم عنه بيب عنه، لكن عايز أقول إن ده فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى إن يعني يجعل كل ذلك في ميزان حسناته ويرزقه أجر الصابرين. صحيح 30 سنة هو كان متهم بتغيير نظام الحكم، خرج بعد تغيير نظام الحكم، يعني الاتهام اللي كان متهم بيه هو خرج بعد تغيير نظام الحكم، كان ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن يخرجه وهو شاهد على ما أراد أن يحققه قبل دخول السجن، يعني ربما لو خرج من نظام الحكم وما اتغيرش كان ممكن نفسيته تصاب باكتئاب يعني، لكن خروجه بعد تغيير نظام الحكم أعتقد إن دي مسألة يعني تريح نفسه وتريح صدره. المسألة المهمة جدا عايز أذكرها إن ربنا سبحانه وتعالى قدر في هذه المسألة الخروج إن عدة نقاط. المسألة الأولى إن هو أصيب بالجلطة والشلل والأمراض كلها منذ سنوات، ومع ذلك حبيب العدلي وعصابته في الداخلية أصروا على قتل داخل السجن، وأرسلوا له رسالات عديدة بإن هو لن يخرج من السجن غير قتيل، ورفضوا كل تقارير الطب الشرعي التي تثبت حقه في الخروج. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ما حدث من الثورة قدمت بلاغات وشكاوى للنائب العام، لكن يعني أنا بود إن أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدما أشكر الناس أشكر الله صراحة بكل صدق، أنا لما كلمت النائب العام شخصيا في مقابلة شخصية مني من حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على ما أذكر، الراجل وعدني وعد شخصي بينه وبينه إن هو يعني يحقق هذه المسألة وينهي مسألة الإفراج عنه. ثم بعد ذلك جلست مع المحامي العام رعاية المسلمين وأنا بذكره بالخير الشيخ هشام الدرندلي، والراجل وعدني في حتمية إنهاء ملف محمد أسواني وحتمية خروجه. كان في مسألة أنا بسألها لأول مرة وعجيبة جدا، إن هما لما أرسلوا طب الشرع عشان يكتبوا التقرير كان شيء في شيء لافت جدا. طبيب الطب الشرعي كتب تقرير لا تخلو بشر، قال ان هو مصاب بجلطه وشلل نصفي وامراض في الكلى وكلى فاشله وامراض في الكبد وامراض في القلب وارتفاع في الضغط ويعني وقرحه فراش، وقال كل وقال ان حالته المرضيه صعبه جدا وكتب. بعد ذلك بعد ما كتب التقرير ده كتب كلمه في الاخر، ولكننا نرى انه ممكن انه يستمر وجوده في السجن. صراحه انا لما عرفت التقرير رحت يعني اصبت بحاله مخاوف شديده جدا، ورحت لي محامي عام رعايه المسجونين، فصراحه الاستاذ هشام الدرندلي خد الحكم وقال لي يعني زي ما استفزك التقرير انا استفزني شخصيا، واحنا لن نرضى بهذا التقرير مطلقا ولن نقبله، لان ده اسلوب يعني خارج كل قواعد العداله والانسانيه والطب والقانون وكل القواعد، ده انسان يعني لا يقبل هذا الكلام مطلقا. نفس الكلام قاله له المستشار عادل السعيد لما طلعته في نفس اللحظه، رفض هذا الكلام، قال لي ده كلام لا يقبل مطلقا اللي جاي في تقرير الطب الشرعي، واحنا بنعمل مذكره نعرضها على النائب العام، لان النائب العام له موجب قانون الاجراءات الجنائيه سلطه جوازيه في اتخاذ قرار في هذه المساله. كان النائب العام ساعتها مش موجود، فقابلت النائب العام بعدها
وفضلنا على هذا الامر لمده الاسبوع اللي فات بنتحرك في هذه المساله يوميا مرتين عشان ننهي هذه المساله. فالنائب العام وعدني شخصيا الراجل ان هو يستخدم سلطاته، لان هذا التقرير يعني غير مقبول مطلقا، و يعني استفزوا شخصيا. فظللنا على الاسبوع اللي فات ده كله على مباحثات بين النائب العام والنائب العام المستعد والمحامي العام لرعايه المسجونين، الى ان النائب العام المستعد وعدني وهو كان في اجتماع مع النائب العام يوم الاربعاء، قال خلاص صندوق احنا هننهي هذه المساله التي لا تقبل مطلقا، والنائب العام يصدر قرار الان. لكن انت عارف ان في حركه تنقلات داخليه، كان يوم الثلاثاء على المنظمه يوم الثلاثاء بكره، فاحنا لكن هنصدر قرار وهننهي هذه المساله. فدخلت للنائب العام في لقاء معه، النائب العام وعدني قال لي وعد مني شخصيا اعتبر موضوع محمد اسواني يعني منتهي، ومحمد اسواني هيخرج يعني في خلال يومين، انا اوعدك انه هيخرج يعني الموضوع منتهي، لان حالته ووضعه الانساني فضلا عن القانوني لا يقبل مطلقا استمراره ووضعه في السجن. وقال لي انا استخدم سلطتي اللي اعطاها لي القانون الجوازيه، وانا اصدر القرار وانا اتحمل كافه مسؤوليته. صراحه اصدر القرار يوم الاربعاء، بعته لي وزاره الداخليه. وانا اذكر برضه مساله مهمه جدا هنا برضه في احقاق الحق، اللي هو منصور العسوي. انا قابلت شخصيا من اسبوعين وتكلمت معه في مساله الافراج عن محمد الاسواني وغير الافراج عن مقاطع المسجونين الاخرين السياسيين. والراجل وعدنا ايضا وعد شخص منه انه يتم الافراج عن محمد الاسواني باي طريقه، وقال لي محمد الاسواني وضعه في السجن ده لا يقبل مطلقا استمراره في السجن، وانا اذا النائب العام ما اصدرش قرار وبعت لي قرار بالافراج عنه انا هستخدم صلاحياته ويخرج في العفو اللي ممكن نعمله بتاع 23 يوليو ان شاء الله. فبمجرد ان النائب العام ارسل التقرير لوزاره الداخليه، صراحه اللي هو منصور العسوي صدق على القرار، ومسافه ما القرار راح ارسل على طول باستخدام كل الاجراءات ويتنفذ القرار من يوم الخميس، يوم الجمعه كان خرج. وانا انهي الكلام بسرعه، والنهارده صراحه اللي هو منصور العسوي فجئت لقيت تليفون، فبقول له مين حضرتك؟ قال انا منصور العسوي. فبقول له انا عارف لهجته وما كنت افتكرته بيهزر معايا يعني. قلت له، قال لي فبكلمني يعني بيهنيني على خروج الاسواني يعني، ومساله اخرى في مساله الافراج عن المساجين السياسيين، والراجل بيبعث كلام بالتهنئه يعني. وانا شكرت شخصيا وهروح له دلوقتي في مساله اخرى، هروح له في مساله اخرى متعلقه ايضا بالافراج عن المساجين السياسيين بعد انتهاء المؤتمر. والراجل صراحه يعني قام بجهد مشكور في تنفيذ هذا القرار بكل ما يملكه من سلطات، وانا بواجه شكر شخصيا للي هو منصور العسوي وزير الداخليه، وللنائب العام مجيد محمود، والنائب العام مساعد الشرع علي السعيد، ومستشار المحامي العام هشام الدرندلي لرعايه المسلمين. صراحه بقول شكر ان هم يعني قاموا بدور في انهاء هذه الماساه الانسانيه التي رسخها واسسها نظام الطاغيه حسني مبارك، والتي ساعد استمرار عصابه حمي العدل وامن الدوله انتقاما من محمد الاسواني، لان هم كانوا واخدين قرار ان يقتل محمد الاسواني داخل السجن، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مشيئته كائنه فوق كل مشيئه، وخرج محمد الاسواني ودخل حبيب العدل السجن. هذا فضل الله تبارك وتعالى. هسيبكم محمد الاسواني. سؤال بس، سؤال بالنسبه للسياسيين اللي هم يستخبوا نص المده، هل في كلام مع ان